تطيع الأوامر بني. لكن هذا ليس أمرا، لا هو أمر ولا هذه طاعة. من باعنا لنويان؟ هيا تكلما، هل أنتما شريكين؟ ها؟ لا يوجد لك عندي أي جواب. أنا أجيب سيدي ناده. أيها الأحمق الغبي، ألا ترى سيدك لا يثق بك؟ ها؟ تركت الأسير الذي كان معنا وكنت سبب بقتل نلدمير له، لماذا؟ لتمنعه من أن يتكلم. سيدي لا تختبر صبري، أنا لا أقبل باتهاماتك لي. لما؟ سيغضب سيدك نويان؟ يكفي. هيا أريد أن أعدم هذين الاثنين. سيدي إياك أن توافق على ما يطلبه. عبد الرحمن أمانة سيدنا سليمان شاه، وحمزة أشجع محارب لديك، خاض حروبا كثيرة وكان يقف بجانبك، وإن فعلت شيئا كهذا لن تحتمل العواقب. سوف أعدمهم يا أخي، لن أبقي المصائب معي. ظننا أنك شجاع وأنك تريد الأخذ بثأر سيدنا، ولكنك رجل جبان. نعم أنت جبان وأحمق. دوغان، ما الذي تفعله؟ منذ متى نقتل إخوتنا؟ ما هذه الأخلاق؟ منذ متى نفعل هذا؟ كوشباش، توقفوا جميعكم، توقفوا. السيد هنا هو توتكين، وكل كلامه أوامر وسوف نطيعه.
أمان القبيلة قبل كل شيء، ولا يمكن أن نأخذهما، ففي هذا خطورة. اتفقنا أن أعطيك السلطة في الاجتماع، وسأحترم القرار الذي اتخذته، ولكن أمر إعدامهما لا يؤخذ بهذه السهولة. أنا برأيي فلننفيهما. وماذا عن محاربي أخيك؟ أنا أرى بأنهم أساءوا لك وأخطأوا، لكن لا تنسى بأنهم بشر ويخطئون، ثم إن أمي تحبهم كثيرا. إذن حتى يتم حل المسألة سوف ننفيهم جميعا، لأنهم قد خالفوا أمر سيدهم وقاموا بالعصيان. ما الذي يتحدثان به؟ كوندوغدو يحب حمزة وعبد الرحمن ولن يرضى بإعدامهما. ما دخل توتكين؟ نحن لنا مجلسنا، والأم هيما سيدته. توتكين هو قائدنا جميعا، والقرارات التي أتخذها لا أحد يسأله عنها. نحن لم نأتي إلى هنا للتنزه، بل جئنا للحرب بقرار من السادة. حاربنا وانتصرنا. انتصرنا، لكن قدمنا الشهداء وتعرضنا للخيانة، وقد أهنا القائد. عمل السيد غوندوغدو صعب. ها هما. سيدي، هل اتخذتما القرار؟ عبد الرحمن وحمزة لن يعدما دلدمير. لكن هما لن يبقايا معنا. وسوف يتم نفيهما. ما الذي تقوله سيدي؟ دوغان، دورغوت، أنتما أيضا ستنفيان معهما. هذا معقول؟ ولن تعودا حتى ينتهي الشتاء وتنتهي الحرب. وحمزة وعبد الرحمن لن يعودا أبدا. هذا هو القرار الذي اتخذ.